خليه ينبسط. صلاة ركعة واحدة. أنا في حياتي ما عمري شفت صلاة زي كذا ركعة ركعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. عمرك شفت زي كذا صلي صلاة بدون الحمد لله رب العالمين في الظهر ويركع ركعة واحدة ويقول الحمد لله على نعمة الإسلام؟ هذا ما ساير في المدينة المنورة سبع المساجد. شوف ركعة واحدة ويقوم في الظهر الساعة 2. يبغى يمسك هذا يضربه إلى أن يمتد يده. أكبر عليك. إنا لله وإنا إليه. هذا في مسجد يصير كذا في المدينة المنورة؟ هذا إيش هم أبو العمايم ذا؟ بعدين مسبلين اليدين وكثيرين. ما هم قليل. شوف من وقوف على طول. هذا شوف يا جماعة الخير، هذه صلاة؟ إنا لله الحمد لله على نعمة الإسلام. شوف ركعة واحدة بس. تقولوا لي ما في خبيط ولا بيط؟ يمكن تنتهي الحفلة وهو ما يتكلم. نشرد لا يقوم علينا بس. خلاص انتهت، ولا سلامي ولا سلامك.